قل لي ولا تخبيش يا زين، كيف نشيل الخفصة من هين؟ الخفصة 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 الخفصة. أصلاً دا لازم تكون أغنية حزينة، لأن الخفصة كثير مزعجة، أكرهها. كل اللي راح تعملي إنك راح تسطحي بهي الطريقة. فيك تجيبي مخدة، رجليكي حيكونوا 90 درجة، تمام؟ يعني جزعك ورجلك هون عامله 90 درجة. الكعب ما راح يفارقوا بعض، تفتحي وبتسكري، ما تدوري المؤخرة، اوكي؟ لا تدوريها. هو ممكن يبين بسيط، لكن اذا خليتي حالك بس دورتي حالك هيك رجعتي لورا، غلط. لا تدوريها. تاك تاك، اربعة. رح نعمل 50 لكل رجل. انا هلا جيت من الدرس على فكره، ساعة تدريب، بس حبيت شارككم بهي الحركة لاني حسيت انه عن جد كتير بسيطة ومو معقدة وتساعد على انه تخلصك من الخفصة. انتبهي، شوفي كعابي انا عم يفترقوا، كل ما تعبت عم يفترقوا الكعاب، حاولي انه تلزقيهم ببعض، كل ما تعبتي رح يفترقوا، لكن اضغطي حتحسي فيها بلشت هون، صح؟ ييييييس. 30 29، ثمانية وعشرين، برافو. لا لا ما تزعلي، ما حعد. لما بعد بمد، لذلك ما تعدي، شغلي موسيقى، حطي موسيقى بإذنك أو اللي بدك إياه، فيك تسمعي حديث ثقافي تثقيفي اللي بدك إياه. المهم ما تحسي بالوقت، ما ضل غير أصلا 20 عدك. ييييس. 19 18، ما تبرمي. 15، أحيانا في هون مثل بانت صغير بيحطوه، فيك تستعمليه إذا عندك إياه كتير حلو. يلا 9 8 7 6 5 4 3 2 1، برافو. الطرف الثاني فورا. سطحنا بهي الطريقة، جبنا رجلينا هيك، برافو عليكي. ايوه الكعب ملزوقين. 50 عدة كمان. ييس. شو واثق بحاله؟ شو قلبه قوي؟ لا 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 ما تدوري ما تدوري، هاي بس 10 لسه، في عنا 40. ييس. خلي بطنك جوا افضل، مو تخليها هيك مفروده براحتك، تحكمي ببطنك دائما. حلو انه تتحكمي ببطنك، ما تخليها هي تتحكم فيكي، انت تحكمي فيها. احسنتي، هذا هو. 30 29، او ماي جاش. ما تدوري ما تدوري، خلي راسك مستوي، برافا. يلا اخر 20. 16 17 16 15، 14. احسنتي، لا تيأسي، لا ترخي مؤخرتك، بعرف حق معك. يلا اخر 10 9 8، الركبة هي اللي عم تطلع مو الورك، برافو، هذا هو. 5 4 3 2، ووهو. وبس هذا كل شيء لليوم. اذا عجبتك الخفصة، قصدي إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك، وإذا كنت مشاهدة جديدة بالقناة تعملي الاشتراك عندي. حبكم كتير، شوفكم بعدين، باي باي.